بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 23، كتاب المساقى. وفي بعض النسخ المساقى والمزارع، وفيه 31 بابا. الباب الأول باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. المساقى أن تعطي شجر مثمر لعامل يخدمه ويرويه على أن له جزء معلوم من الثمر، ده يسموه المساقى. تعطي شجر مثمر، يبقى محتاج مالك وعامل وشجر، كويس، وصيغة. يبقى المالك يعطي الشجر المثمر للعامل، العامل يقوم بخدمة الشجر مقابل خدمته للشجر يأخذ جزءا من الثمر، يتفق عليه، لابد أن يكون جزء معلوم من عموم ما يخرج، يأخذ النصف، يأخذ الربع، يأخذ الثلث، حسب ما يتفق. وعقد المساقى بهذه الصورة مشروع في عند الجمهور، وغير مشروع عند الأحناف، لا يجيزونه، كويس، الأحناف لا يجيزون هذا العقد. دليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر أقر أهل خيبر على زراعته على أن يأخذ شطر ما تخرج الأرض، فإقرار النبي ليهود خيبر على زراعتها والقيام بالنفقة عليها مقابل أن يأخذوا شطر ما يخرج منها، هذا عند الجمهور عقد مساقى. طب الأحناف ليه ما خدوش بيه؟ قالوا لا، ده خيبر دي فتحة عنوة، عنوة يعني بالقوة، وصار أهلها عبيد عند النبي، فله أن يعاملهم كيف شاء، ما أعطاهم فهو ملكه، وما لم يعطيه فهو ملكه أيضا، فهو يتصرف في ملكه، وبالتالي ليس عقدا، بل هم كانوا عبيدا عنده يخدمونه في أرضه. ده رأي مين؟ الأحناف. ولكن الراجح أن خيبر بعضها فتح عنوة وبعضها فتح صلحا، والنبي عاملهم كلهم فيما فتح عنوة وفيما فتح صلحا، عاملهم بنفس العقد، وبالتالي الجمهور قالوا أن هذا عقد جائز، وأنه لم يضرب الرق عليهم، حتى فيما فتحوا عنوة لم يضرب عليهم الرق صلى الله عليه وسلم، وتركهم يعملون في الأرض. ثم بعد ذلك اختلفت الجمهور، اختلفوا فيما بينهم الذين أجازوا عقد المساقى. فالظاهرية وأبي داود الظاهري ومن وافقه وابن حزم قالوا لا يجوز إلا في النخل فقط، لأن خيبر ما كانش فيها إلا نخل. وعندهم لا يقيسون، الظاهرية ليست عندهم قياس، فقالوا لا يجوز إلا في النخل بس عقد المساقى، إنما أي ثمر شجر تاني ما ينفعش. ليه؟ لأن عندهم رخصة، والرخصة لا يقاس عليها. الشافعية قالوا لا، يجوز في النخل والعنب فقط، يجوز في النخل والعنب فقط، ده مذهب الشافعية والحنابلة، لأن العنب والنخل يأخذان نفس الأحكام في معظم الشرع، فيهما الزكاة ويجوز فيها العراية، وبالتالي يجوز فيها أيضا عقد المساقى. واضح؟
ده رأي الشافعي. والملكية قالوا في كل أنواع الشجر، قاسوا عليه جميع أنواع الشجر، شجر برتقال، شجر مشمش، شجر تفاح، يجوز. وده المعمول به مذهب الملكية والمشهور، الناس كلها بتشتغل في جميع أشجار، زارع مانجا، زارع جوافة، زارع أي حاجة يعمل معاه عقد مساقة، فاهم؟ يبقى مذهب الملكية من حيث العمل هو الشائع، واضح؟ باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. ساعات عقد المساقاة يبقى بين الشجر مسافات أرض، فيبقى داخل فيه عقد مزارعة، يقوم يزرع المسافات الأرضية اللي بين الشجر، يبقى المساقاة يدخل معاه عقد المزارعة ضمنا، وهو زرع الأرض التي بين الأشجار، فهمت بقى؟ وهذه الصورة الشافعي عندهم المزارعة أصلا غير جائزة، وأخذوا بظاهر الأحاديث اللي احنا اتكلمنا عليها قبل ذلك، وقالوا أن النبي نهى عن المزارعة، إما تزرعها بنفسك يا إما تزرعها غيرك وما تاخدش منه حاجة، فهمت؟ ده رأي الشافعية في مذهبه. ولا يجوز المزارعة إلا إذا كانت ضمن عقد مساقاة، إنما كده مزارعة من بابها لا، ده مذهب الشافعي. وكذلك الحنابل الأحناف، لكن المذهب المشهور مذهب عبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد بن الحسن وأبي يوسف وعامة أهل الكوفة، على أنه يجوز المزارعة منفصلة وما عقد وما عقد المساقة، سواء كانت منفصلة مزارعة من بابها يعني أرض كده ما فيهاش أشجار، أو عقد مع ضمن عقد المساقة، واضح؟ ده رأي مين؟ ابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والعمل عليه، وهو المختار حتى عند الشافعي بالرغم انه مش ليس في اصل مذهبه، العمل عليه تيسيرا للناس، واضح؟ باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، لازم يبقى بجزء معلوم على فكرة، حقه كان يضيف كده بجزء معلوم، مش يقول له مثلا طب تعالى اخدم وازرع واروي وهبقى اديك شويه، ايه شويه؟ مفيش حاجه اسمها شويه، تحدد النص الربع التمن زي ما تقول، انما ايه شويه؟ معلش انا هرضيك هبسطك، ما ينفعش برضه، لازم تحدد، فاهم؟ لازم نحدد، انما مش باي جزء كده، يقول له تعالى ولك جزء من الثمر، ايه الجزء ده قد ايه؟ ايه اللي في مخك؟ فهمت؟ لأن المعاملات عند الشافعية المعاملات بين البشر العقود يعني تقوم على ايه؟ يعني تراعي المباني والألفاظ، إنما العبادات المقاصد أهم من الألفاظ، لأن العبادة ربنا مطلع على قلبك، إنما المعاملة مع الخلق، الخلق مش مطلعين على القلب، فلازم اللفظ هو اللي يضبط المعاملة. فالمعاملات اللي مع الخلق عند الشافعي لابد ان تنضبط بالايه؟ بالالفاظ والمباني لعدم الاطلاع على ما في القلوب، واضح؟ انما لما بينك وبين ربنا وجيت انت قلت نويت صلاه الظهر بلسانك وانت في قلبك قصد عصر، بقت عصر، واللي لي قلته ده كلام فارغ، لان ربنا مطلع على القلب، فاهم؟ العبره بما في القلب في المعامله بينك وبين الحق، لكن العبرة بما تلفظت به في المعاملة بينك وبين الخلق، فهمت بقى ازاي؟ عشان كده ما ينفعش يقول بجزء من الثمر، ايه الجزء ده قد ايه؟ لازم بجزء معلوم، وبإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 44 بعد 4000 قال حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. شوف شطر ونصف يعني، يبقى جزء معلومة. ومعلومة في عقد المساقاة كل ما كان يخدم الشجر، كل ما كان يخدم الشجر والثمر على العامل تكاليفه، وكل ما يخدم الأرض على المالك. يعني هيحفر بئر يبقى على المالك، هيعمل سور يحوط بيه حراسة يبقى على المالك. طب هيقبر النخل، هيروي النخل، ينظف النخل أو الشجر من المزروعات اللي هي بتبقى إيه طلعة كده إيه طفيلية حوله، يبقى ده كل ده على مين؟ على العامل. يبقى كل ما كان يخدم الشجر والثمر على على العامل، وكل ما كان يخدم الأرض ودائم يبقى على الإيه؟ على المالك. فاهم؟ يعني عايز ينقي إيه؟ مجرى الماء، عايز ينقي النهر، في نفقات يبقى دي على المالك. عايز يبني مكان حراسة يقعد فيه عامل عشان يحرس، يبقى البناء ده على المالك. فهمتني ازاي؟ انما عايز يقبر النخل، عايز يقطع الثمر، عايز يرش الثمر، عايز يروي الثمر، دي على العامل. فهم؟ يبقى كل ما كان يخدم الثمر والشجر يبقى على العامل. فهم؟ وكل ما كان ثابتا، واخد بالك، يعني زي شق المجاري المائية، زي الحراسة، بناء مثلا سور للحراسة أو بناء معين أو شيء من هذا الحاجات الثوابت دي على مين؟ على المالك. وعن أبي قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي وهو ابن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، 80 وسقا من تمر، و20 وسقا من شعير. يبقى دليل ان كان اغلبها نخل، لان الشعير كان بيزرع فيما بين ايد النخل، فكان المزارعة اقل من ايه؟ من التمر. دليل على ان كان اغلبها نخل، والارض المزروعة بين النخل كان اقل، بدليل ان كان 80 وسق من تمر ويقابله 20 وسق من ايه؟ من شعير. والوسق احنا قلنا ايه؟ الوسق والوسق بفتح الواو وضمها لغتان صحيحتان، وهو 60 صاع، 60 صاع. فكان يعطي ازواجه كل سنة 100 وسق، 80 وسقا من تمر، و20 وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفنا، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم المفروض أن أزواجه ما زلنا ازواجا له، ودي خصوصيه له صلى الله عليه وسلم دون سائر الامه. اي واحد فينا بيموت بعد انقضاء العده، الزوجه اللي تاركها ما بقتش زوجته خلاص بعد انقضاء العده، لها ان تتزوج غيره، مش كده؟ الا النبي، ازواجه يفضلوا ازواجه كده وهو في قبره صلى الله عليه وسلم، مربوطين على ذمته صلى الله عليه وسلم، وبالتالي النفقه واجبه عليه وهو في قبر عليهم. فهمت بقى؟ فتبقى النفقة مستمرة عليه إلى أن يتوفاهم الله. وبالتالي كان سيدنا أبي بكر بعد وفاة نبينا كان ينفق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض التي كانت للنبي في خيبر وفدك. كويس؟ واستمر الأمر كذلك. جاء سيدنا عمر كان يفعل ذلك. وبعدين لما كثرت الأعباء على سيدنا عمر خير بعض الزوجات. قال لهم: تحبوا تاخدوا الأرض نصيبكم من الأرض، مش إرثا، إدارة، لأن النبي لا يورث، إدارة فقط، تديروها وتاخدوا اللي يطلع منها عشان يتخلص هو من أعبائها، ولا أنا أتكفل بها كما أنا مستمر وأديكوا الأوساق والثمار وأنا أديرها لكم. فستنا حفصة ستنا عائشة اختارت إن تاخد هي الأرض تشرف عليها بمعرفتها.
تيسيرا على سيدنا عمر لانه كانت اعباؤه كثرت. وبعض الزوجات الاخريات قالوا لا بقت لنا انت ايه ديرها انت. فهمت بقى؟ يبقى كانت القسمه هنا مش قسمه ارث ولا تركه، النبي لا يورث، ولكنها اداره ليديروا الارض فقط. وعن ابي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع او ثمر، واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر، ولم يذكر فكانت عائشه وحفصه ممن اختارت الارض والماء، وقال خير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن الارض ولم يذكر الماء. وعن ابي قال وحدثني ابو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني اسامه بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما افتتحت خيبر سالت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم فيها على ان يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقركم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان، والسهمان الاسهم تكون دليل انها غنيمه، والغنيمه دليل انها عنوه يعني بقوه، يعني فتحت عنوه يعني بالقوه، كونوا بيقول السهمان هنا الاسهم. وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فياخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. هنا شوف اقركم فيها على ذلك ما شئنا، لم يحدد لهم مده، في حين ان عقد المساقاه لابد ان يحدد بمده. فقالوا ان ده خاص باهل خيبر معامله نبويه ولا يقاس عليه، لابد عقد المساقاه ان يكون بمده معلومه. طب امال قصه خيبر قال ما شئنا ما حدد لهم؟ قال لا، النبي كان محدد لهم مده، واخد بالك، معلومه، لانه قال لا يبقى دينان في جزيره العرب، فكان محدد ان بعد فتره ايه لما يجليهم لا يبقى دينان، وهذه الفتره كانت معلومه ولم تذكر. بعض العلماء قالوا لا، هذا العقد خاص مع النبي فقط، لان النبي لا يجور على احد ولا يظلم، وبالتالي لو ابهم المده صح العقد اذا كان النبي فعله، لان النبي لا يظلم احد، اما غير النبي فيحتمل ان يظلم، وبالتالي لابد ان يحدد المده معلوم. وعن ابي قال وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم، يعني النفقه المتعلقه بالشجر والثمر من اموال العمال، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. أجلاهم بقى سيدنا عمر في خلافته بعد كده، لما سمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى دينار، ولما ايه قوي الاسلام والمسلمون قوي وكانوا لا يحتاجوا الى احد يعمل في الارض، لان في خلافه سيدنا ابي بكر لم يجليهم لانشغاله في حروب الرده، فمشغول هيجليهم، طب ومين هيزرع الارض؟ الصحابه عايزه تحارب المرتدين، فسيدنا ابي بكر تركهم يعملون في خيبر حتى يتفرغ هو والمسلمون ايه لحروب الرده. في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب حصلت بعض التوسعات ايه في حدود الايه الرومية، الدولة الرومية والفارسية، لانهم كادوا يغيروا على بلاد المسلمين، فسيدنا عمر اراد ان هو يغير عليهم قبل ان يغيروا علينا لحماية حدود البلد الدولة الاسلامية، فاغار عليهم وحصلت الفتوحات واستقر الامر واستتب. فقام سيدنا عمر لما وجد الامور استتبت وعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يبقى دينان في جزيره العرب، اجلى اليهود، اجلى يهود خيبر. كويس. ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجلى اليهود والنصارى من ارض الحجاز،
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. دي فين؟ في الشام. يبقى جزيرة العرب بقعة في على وجه الأرض لها أحكام خاصة، لا يكون فيها إلا المسلمين، ما يكونش فيها غير مسلم. هذه البقعة لأنها حريم للحرم، حريم للحرم، وحريم الشيء له حكم ما هو حريم له، قواعد في الفقه. فجزيرة العرب دي حريم لمكة والمدينة، حريم يعني تحيط بها، فحريم الشيء له حكم ما هو حريم له. فكما أنه يحرم أن ينكس في مكة والمدينة غير مسلم، يبقى جزيرة العرب كلها لا ينكس فيها إلا المسلمين. واضح؟ أما سائر الأرض فيجوز أن المسلمين يتعايشوا مع غير المسلمين في سائر الأرض إلا جزيرة العرب، حكم خاص احتراما للحرم. فهمت بقى المسألة؟ مش معنى كده ان احنا نيجي نجليهم من مصر، يقول لك قياسا على جزيرة العرب، لا، او يجليهم من الشام، او يجليهم مثلا من اي بقى، لا، التعايش مع سائر غير المسلمين، يعيشوا مع بعض طالما متعايشين مع بعض بغير حروب، ما فيش مانع، ونتعامل معهم بالتجارة والنصح وكل حاجة، المعاملة الانسانية العادية. الا في جزيرة العرب يمنعوا من ايه؟ من المكث فيها، لان دي بقعة لها حكم خاص قياسا على حكم مكة والمدينة. واضح؟ حريم الشيء لا حكم ايه؟ ما هو حريم له. ودي قاعدة من قواعد الفقه الاسلام. جلدة المصحف، جلدة المصحف دي مش من المصحف، مش كده؟ لكن لا يجوز مسها على غير وضوء، اخذت حكم المصحف. ليه؟ لانها صارت حريم للمصحف، يعني هي الايه اللي محيطة بالمصحف، فصارت لا حكم المصحف، فما ينفعش تلمس جلدة المصحف وانت غير متوضع، مع ان جلدة المصحف مش مصحف، دي جلدة. ليه؟ لانه حريم الشيء لا حكم ما هو حريم له. فدي قاعدة معروفة. الارض المحيطة بمسجد داخل سور المسجد لا حكم المسجد، فلا يجوز للحائض ان تمكثوا فيها، ولا للجنب ان يمكثوا فيه. فهمت؟ الا عابر سبيل، لان لا حكم المسجد، وهكذا. فقواعد معروفة. حريم الشيء لا حكم ما هو حريم له. أجلاهم يعني هجرهم، أمر بهجرتهم، يعني رحلهم، سفرهم، أخرجهم. معلش المرادفات عندهم، أصلهم مش عرب، هم بيتعلموا برضو العربية الله يكون في عونهم، فساعات يبقى عارف مرادف واحد، إنما إحنا بقى علشان مصريين نجيب له 50 مرادف. فهمت ازاي؟ نجيب له عمي، ونجيب له فصيح، ونجيب له بالانجليزي، ونجيب له كل حاجه. يعني هجرهم، اجلاهم يعني هجرهم، واخرجهم. وعن ابي قال: باب فضل الغرس والزرع. الزراعه بقى دي ليها فضل كبير، يا بخت الفلاحين اللي بيزرعوا الارض، ليها فضل عباده كبيره. ما من مسلم يزرع زرعه ويأكل منها طائر أو حيوان أو إنسان إلا وليه ثواب، حتى هو في قبره. فدي حاجة كبيرة قوي عند الله بقى، حاجة عظمة يعني. فياريت كده كل واحد يزرع له شجرة كده ويسيبها مثمرة ويموت كده ويستريح، فبص تلاقي الناس قاعدة بتاكل وهو في قبره بياخد ثواب أكله. خدت بالك؟ حتى الطائر اللي معدي كده وينقر ياكل، ياخد هو ثواب وطعامه. فدي عبادة جميلة. عشان كده اختلف الشافعية، هل التجارة هي أفضل المكاسب، ولا العمل باليد، ولا الزراعة؟ فهمت؟ يعني اختلفوا في أفضل المكاسب، التجارة ولا الزراعة ولا عمل اليد. عمل اليد يعني الصنعة، صنايعي. والراجح عندهم الزراعة، عند الشافعية الراجح عندهم الزراعة. لكن ايه، في بعض المذاهب قال لك التجارة لأنها بتيسر على الناس معايشهم، بيجيب لك البضاعة البعيدة ويسرها للمسلمين في مكان قريب لهم. لكن رد عليهم الشافعي، قال لهم ده لولا الزراعة ما يبقاش في تجارة أصلا.
ده هي الاصل مش كده برضو؟ وبعدين بعضهم قالك صنعت اليد، واخد بالك؟ لان ما اكل الانسان خيرا مثل ما اكل من صنعة يده، من عمل يده. مش الحديث قايل كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعض العلماء قال لك الصنع، بس برضو ايه الشافعي قال لك ده صانع اليد برضو تعود الى الزراعه، لان هو بياخد الحاجات المزروعه يصنع، ياخد القطن يعمله ايه نسيج، مش كده برضو؟ ياخد الـ 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 الزيتون ويصنعه الى زيوت، ياخد السمسم ويعمله حلاوه طحينيه، يعني هو كله قايم على الزراعه برضو. فهمت ازاي؟ فيبقى نرجع للزرع، فربنا يرجع مصر تاني ارض زراعيه كما كانت تطعم العالم. كان اهل مصر دول بيطعموا العالم كله، كانت هي مخزن للقمح، دلوقتي خربوها وباين في عينيهم. ربنا ينجينا. البناء يا سيدي في الزراعه يبني بيت في حرام. اصل انا هقول لك مشكله البناء في الاراضي الزراعيه، ليه المصريين من ايام قدماء المصريين ما كانوش بيبنوا في ارضهم الزراعيه؟ ليه؟ وليه دلوقتي بقوا بيبنوا؟ ما لازم نشوف المشكله. ايه اللي منع اجدادنا ان هم يبنوا في الارض الزراعيه؟ لان كانت الزراعه بالنسبه لهم بتكسبهم. كان يزرع في الارض بتصرف، تطلع له اكل وتطلع له ايه بضائع يبيعها، فكان بيكسب من الارض. فطالما بيكسب من الارض عمره ما يبني عليها، لان بالنسبه له منجم. كل ست شهور بتطلع له اموال، كل ست شهور بتطلع له اموال بياكل منها هو واولاده، وما زاد عنه بيبيعه فيجي له اموال، فعايش غني. جاء وزراء زراعه في مصر، وكان اخر وزراء الزراعه اللي كانوا محترمين في مصر كان مرعي. بعديه بقى جاءت وزارات زراعه، وزراء زراعه في مصر بقوا يستوردوا تقاوى وبذور غير صالحه للزراعه في البيئه المصريه، ويدوها للفلاحين، ويصدروا التقاوي المصريه برضه عشان عمله صعبه. فاصبح المزارع المصري بيزرع ببذور ضعيفه، يقوم يضطر يعمل ايه عشان يقويها؟ يقوم يضطر يحط لها سماد، فدي نفقه زياده، وبعدين ينفق عليها سماد، والبذور ضعيفه تقوم تديل، وبعد ده محصول ما يكفيش المصاريف، مش يعيش منه، ده ما يكفيش المصاريف اللي صرفها، فلقى نفسه الارض خسرانه بقى بيصرف على الارض. كانت زمان الارض بتصرف عليه، دلوقتي هو بيصرف على الارض ما بتقاولوش. تعمل ايه؟ قال لك خلاص الواد عايز يتجوز، اما نبني له هنا بقى بدل ما اروح انا ايه اشتري له حته شقه بعيد. فنشات فكره ايه؟ بناء الاراضي الزراعيه في مصر بسبب البذور الضعيفه وتكاليف الزراعه وعدم القدره على التسويق. يبقى لابد اننا نجيب بذور قويه وتقاوي وطرق زراعه حديثه عشان نزود انتاجيه الفدان، ثم نضمن للمزارع كيف نسوق له بضائعه. ساعتها اول ما يعرف كده عمره ما هيبني، عمره ما هيبني في الارض. فهمتني المساله؟ فالقضيه عايزه مناقشه. يوسف والي وغيره وغيره عكوا الدنيا. فربنا ينجينا. اصبح الفلاح الان بيصرف على الارض والارض ما بتصرفش عليه، فبقى غلبان ويطلع مديون. يبقى واخد الارض ماجرها ويروح للمالك يقول له انا زرعت بس مش عارف ادفع لك حتى الايجار، ويجي يعتذر له. ما انا عندي ارض بتاعت جدي لحد دلوقتي، بيجي لي الراجل برضه يقول لي نفس الكلام، يقول لي انا زرعته وبتاع يا دوب كفيت المصاريف، يعني اللي صرفته هو اللي جالي، انا ما كسبتش حاجه، مجهودي ده ضايع. يعني صرف مثلا 10,000 جنيه جابت له 10,000 جنيه. طب وبعدين؟ طب ومجهوده رايح جاي قاعد بيزرع ويقلع ويعمل، ما هو علشان يصرف 10,000 تجيب له 20,000 مثلا عشان ساعتها يزرع تاني. لكن لا، للاسف بسبب سوء الإدارة على مر العصور، ودي كانت مؤامرة كبيرة، واخد بالك، علشان مصر تصير بلد محتاجة. بعد ما كانت بتطعم الناس تفضل بلد محتاجة، فإذا صارت بلد محتاجة تبقى لا تملك قرارها السياسي، واخد بالك، وتضعف سياسيا. ودي كانت مؤامرات للأسف، وكانت الإدارات اللي بتدير البلد يا إما ما تعرفش هذه المؤامرات وكانت ماشية كده هو بلا تفكير، وهذا أيضا يعني
يدل على انهم كانوا غير صالحين على إدارة البلاد، يا اما كانوا خونة مجرمين بينفذوا خطة الأعداء. احنا مش هنقول عليهم مجرمين، هنقول عليهم كانوا هبل عبط. طب وانت العبيط يدير بلد؟ العبيط ده والسفيه ده يدير بلد؟ مش لازم اللي يدير البلد الحكماء؟ من ولي امرا من امر الأمة لابد ان يكون لهم ناصح وان يكون خبير في الإدارة. للأسف إذا وصل الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، فربنا ينجينا. فالقضايا مشكلة كبيرة، عايزة كل حاجة تعاد صياغتها من أوله. فاحنا خلينا هنا بقى ما نخشش في الشغلانة إيه اللي احنا المصيبة اللي احنا عايشين فيها، ربنا يدبرها. لكن لا شك إن الفلاح اللي بيزرع على اللي بيبني على الأرض كده خطأ شديد، ونقول له اصبر أيها الفلاح يا مسكين، يا مسكين يا فلاح اصبر، والصبر آخره الجنة، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يجبرك ويجبر خاطرك. إنما تيجي تجبره كده وتضربه بالكرباج، أنت ليه بتبني؟ طب ما تعمل له مباني. الحكومات تعمل له مباني علشان يلاقيها أسعارها رخيصة يجوز عياله فيه، وتخليه حتى يزرع الارض اللي هي ما بتكسبوش الوقت، لحد ما تعمل له نظام جديد للزراعه حديث يقدر يكسب من ارضه. اول ما هيكسب من ارضه كل مصلحه هتغتني، ومحدش هيبني. ده لو لقى ابنه بيبني هيضرب ابنه، لانها بالنسبه له دي ارض بتجيب لهم مال بينفقوا فيه على اولادهم، فازاي تروح تبورها؟ فاهم؟ فالقضية قضية، مش مسألة ان انا اقول اللي يبني على الارض الزراعية يبقى حرام ومش حرام، مش هي كده؟ طب هو ليه بيبني؟ شوف ليه هو بيبني وحل له مشكلته. ما اولاده كبروا عايز يجوزهم، والارض ما بتديلوش فلوس، هيعمل ايه الراجل؟ فاهم؟ فربنا ينجينا يا سيدي ويصلح احوال بلادنا. باب فضل الغرس والزرع. وعنه به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير منه فهو له صدقة، ولا يرزأه أحد يعني ينقصه إلا كان له صدقة. ومفيش واحد ياخد منه، حتى الخدامين بتوعه والعمال لما يجوا مثلا يخموه كده وياخدوا زياده من وراه برضه ليه صدقه. يعني ازرع وما يهمكش وتسرق وما يهمكش، كله صدقات. شفت قد ايه؟ ما يهمكش يعني، المهم تزرع. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل، أمسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم. فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. هذه الصدقات الجارية صحيح، هي دي. وعن ابي قال وحدثني محمد بن حاتم وابن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فياكل منه سبع او طائر او شيء الا كان له فيه اجر. وقال ابن ابي خلف طائر شيء. وعن ابي قال حدثنا احمد بن سعيد بن ابراهيم قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال اخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام معبد حائطا يعني بستانا، فقال يا ام معبد من غرس هذا النخل امسلم ام كافر؟ فقالت بل مسلم. قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وعنه به قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حا قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية حا
قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمار بن محمد حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل، كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، زاد عمرو في رواياته عن عمار وأبو كريب في رواياته عن أبي معاوية فقال عن أم مبشر، وفي رواية ابن فضيل عن امرأة زيد بن حارثة، كلها هي امرأة واحدة اللي هي خليدة، اسمها خليدة، هي أم مبشر، هي أم معبد، هي زوجة زيد بن حارثة. وفي رواية إسحاق عن أبي معاوية قال ربما قال عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لم يقل، وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء وأبي الزبير وعمر بن دينار. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. طب وليه مسلم؟ لأنه مؤمن بالغيب، مؤمن بالله، بيعمل للآخرة. طب والكافر اللي بيزرع بيعمل للدنيا، خد ثوابه في الدنيا، كل منه في الدنيا وباع وعاش مستريح ومبسوط لحد ما مات، ما بيعملش للآخرة لأنه لا يعرف آخرة، ولا يعمل لله لأنه يعرف الله، فهم؟ لكن المسلم بيعمل للآخرة وبيعمل لله وعارف وصاحب نية، والنية من شرطها الإسلام، والإسلام شرطه أن يؤمن بالغيب، فهمت بقى؟ أدي الحكاية، مش تعصب يعني. طب ولو كافر زرع يعني ملوش حاجة؟ لا، ليه يا سيدي؟ من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، أو ربنا اداله من حرث الدنيا، فهمت إزاي؟ ومن يريد حرث الآخرة نؤتيه منها وما له في الآخرة، إنما اللي ما يعرفش الآخرة فما له من الآخرة من نصيب، فهمت بقى المسألة؟ مش واحد يقرأ الحديث ده يقول لك إيه ده؟ طب يعني لو مسيحي يعني بيزرع يعني، الله، طب ما يزرع يعني، هو هيكسب برضه وينبسط وياكل ويشرب ويبيع ويبقى تاجر كبير وحاجة جميلة، ما جراش حاجة، فهمت؟ لكن إحنا بنتكلم على الآخرة، ودول ما يعرفوش آخرة، فهمت؟ وعن أبي قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ قالوا مسلم بنحو حديثهم. ونقف على باب وضع الجوائح، جمع جائحة، وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال، غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.